السلام عليكم. دلوقتي هنشوف أمثلة للتعامل مع النقط في الماس. هقول له نيو وهقول له أنا عايز conceptual mass. هقول له مثلا عايز أرسم النقط بتاعتي على الريفرنس دوت، فهقول له موديل وأبدأ أرسم النقط بتاعتي بوينت element بالشكل دوت. طيب لو أنت عملت select على أي نقطة من دول هتلاقي إن هو بيديك بيقول لك show reference plan. ممكن تقول له هون select، يبقى أنت لما تعمل select هيبدأ يجيب لك النقط ديت. او ممكن تقول له انا ناخد واحده تانية ان هو الالوز بتاعتها او الطبيعي بتاعها انها تكون ظاهره بشكل دوت. تمام، فانت ممكن تعلم مثلا على دول وتقول له انا عايز اشوف الشو ريفرنس بلاي. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا ممكن اجي على اي واحده فيهم واقول له سيت واقول له انا عايز ارسم على الجزء دوت. لما تقول له شو هيقولك انت هترسم على الجزء دوت. فلما تيجي تعلم على النقطه دي تقدر ترسم مثلا حاجة بشكل دوت. طب لو انا مسكت على النقطة دي وحركتها هتلاقي كل اللي مرتبط بيها هيتحرك معايا في كل الاتجاهات. طيب ممكن نقول له احنا عايزين نرسم ريفرنس لاين اس بي لاين ثرو بوينت، فتقول له من النقطة دي للنقطة دي للنقطة دي. خلي بالك ان الترتيب مهم جدا. تمام، طيب هو بيبدأ يرقمهم عنده، فانت ممكن تمسك كل واحدة فيهم وتبدأ تحركها بالشكل دوت. طيب لو انا عملت سيلكت على النقطه ديت الاقي ان هو مديني هنا الاوفست بالزيرو، ممكن تقول له مثلا 10 فيبدا يطلع بيها بالشكل دوت. فتقدر ترسم اي اشكال يعني بشكل جميل جدا يعني. طيب لو انا جيت هنا قلت له ريفرنس ورسمت لاين بالشكل دوت، خلينا اقول له انا هرسم على الريفرنس بلان دوت، هقول له ان انا هرسم لاين عادي اهوت. لو جيت علمت سيلكت عليه هقول له انا عايز الريفرنس بتاعي يبقى سترونج، هيبدا يظهر لي النقط. تقدر تمسك من نقطه كده تقدر تغير منها، كل نقطه هي تقدر تحركها بالشكل دوت. طيب لو انا عندي هنا شكل مثلا لاين اهوت، تمام، او اي واحد فيهم وقلت له موديل وقلت له ان انا عايز ارسم بوينت اليمنت ورسمت البوينت دي هنا عملت سيلكت عليها، هيبدا يقول لي ان دي بوينت 7. تمام، يعني بايه اعتبر القطعه دي رقم واحد ويبدا يقسمها. لو انا قلت له واحد هيبدا يجيبها لي على اخر خط. طب لو قلت له زيرو هيبدا يجيبها لي على اول خط. طب لو قلت له بوينت 5 هيبدا يجيبها لي في نص الخط بالظبط، وينفع يبقى عندي اكتر من نقطه في قلب الخط دوت، وكل واحدة منهم بتاخد المكان بتاعها حسب ما موجودة. فممكن تقول له بوينت 8 فيبدأ ينقلها لك بالشكل دوت. طيب خلينا مثلا نرسم أي حاجة. هقولكم مثلا عندي هنا النقط هيت، لازم نتأكد احنا بنرسم فين. فممكن تقول له ست وتختار مثلا انت ترسم على ليفل 1. تمام، هقول له ان انا عايز ارسم مثلا بعض النقط اهي زي ما عملنا في الأول خالص، وهقول له ان انا عايز ارسم السي بي لاين بينهم. طيب النقط ديت ممكن نعمل سيلكت عليها وهقول له انا عايزها تظهر فيها بالشكل دوت. دلوقتي انا عامل سيلكت على دوت وهقول له ان انا عايز ارسم دايره صغيره خالص. طيب ممكن بقى تيجي هنا وتقول له ان انا عايز ارسم دايرة كبيرة شوية، وتيجي على ديت نرسم دايرة ودي. تقدر ترسم اي شكل تاني غير الدايرة لو حابب. خلينا مثلا نرسم في الشكل ده مثلا مربع بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى هعمل سيلكت على الحاجات دي كلها. واقول له اعمل لي كريت فورم. فيبدا يوصل بينهم بالشكل دوت. وهتلاحظ ان في الاخر خالص حوله لمربع. طيب نقدر نعمل سيلكت على الجزء ده كله واقول له اكس راي، يعني انا عايز اشوف النقط اللي تشكل الحاجه ديت بحيث ان انا عايز اعدل فيها، عايز انقلها زي ما انا عايز. تقدر تعدل في الشكل
زي ما انت عايز. وهو اوتوماتيك ما دمت بتعدل في الاشكال ديت هو بيعدل في الشكل الكبير. تقدر تنقل مثلا النقطه دي من هنا لهنا مثلا، تطلع بيها تغير الشكل كله. لو انت حابب تعمل اديت فورم وتعدل في الشكل، هتلاقي فيه سهوله جدا في تعديل الشغل حتى بعد ما تخلص. تقدر تلغي الاكس راي، تقدر تضيف ايدج عليه او بروفايل اهو، هيساعدك في ان انت بعد كده ممكن تعمل سيلكت عليه وتعدل فيه.